الفضل الاول يرجع اللاعبين اللي كانوا رجال بعد مرتين يعني وقت اضافي في بدايه موسم صعيبه كثير. الحمد لله اللي هم هو الفوز. فوز كان جد صعب امام فريق عنيد وفريق محترم نادي الابيار، لنتمنى له التوفيق في مناسبات اخرى، نقولهم حد اوفر ونشكرهم على المباراه اللي قدموها اليوم، مباراه بطوليه. ونشكر ثاني اللاعبين تاع فريق اولمبيك مدينه عنابه، قدموا مباراه جد بطوليه، كانوا حابين الفوز والحمد لله حصلنا على كاس الجزائر.